الخير لكل مشاهدينا، واهلا بيكم حلقه جديده من الستات ما يعرفوش يكذبوا على الهواء مباشره. مستنيين كل تليفوناتكم وكل ايميلاتكم وكل الاس ام اسز بتاعتكم من خلال تليفوناتنا 1414 او 45 66. ومره تانية بصبح على اصدقائي الاعزاء، اهلا بيكم. صباح الخير. اول يوم رمضان ارهاق، تاني يوم رمضان اخباره ايه؟ عصبيه، هدوء، ايه؟ معانا الفايز بتاع امبارح حالد. لا ثانية، محمد ايهاب معانا الفائز بتاع امبارح. انتوا فاكرين السؤال؟ هنتكلم هنكلمه على التليفون. و طيب هو معانا على التليفون محمد ايهاب، هو الفائز بسؤال امبارح. هيطلع دلوقتي السؤال، من فضلكم نحط السؤال بتاع امبارح او ندخل محمد على التليفون. الو يا محمد. ايوه اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب، واستاذنك ممكن توطي التليفون التلفزيون عشان تسمعنا شويه. شكرا. ايوه اتفضل. كل سنه وانت طيب يا محمد. كل سنه وانتم طيبين. والف مبروك. اهلا بيك، كل عام وانتم بخير. مبروك عليك. عرفت السؤال على طول، عرفت الاجابه. طبعا طبعا سهله. المدام هي اللي قالت لي عليها. طب محمد انت كلمتنا على التليفون ولا بعت لنا اس ام اس؟ لا بعت اس ام اس. طب قولي عملت ايه اول ما سمعته والخا، عشان كل الناس اللي بيسمعونا يبقوا عارفين انت عملت ايه. انت كلمتنا على تليفون 9297 صح؟ بس. وبعدين؟ لا وبعت بتلا على طول، عملت كذا رساله حقيقي. عملت كذا رساله. عملت كم واحده؟ عملت كم واحده؟ حوالي 20. 20 رساله. ايه اللي هي إيه الاجابه الصحيحه يا محمد الاول؟ عايزين نعرف منك الاجابه الصحيحه ايه؟ ايوه. الاجابه الصحيحه كانت ايه؟ ولا نسيت؟ فندم الاجابه الصحيحه كانت ايه يا محمد ولا نسيت؟ لا لا لا، زي السيده فاطمه. ايوه دلوقتي يا محمد انت بتقول ان المدام هي اللي قالت لك على الاجابه. ما هي اللي تطلع بقى العمره. هي اللي تطلع العمره بقى عشان ده العدل كده. كل سنه وانتم طيبين انت وهي، والف مبروك عليكم. الله يبارك فيك. الف مبروك. وبس محمد اخذ انت جايزتك الحج. ايوه معلش يا الحج. كل سنه وانت طيب، الف مبروك. عايز اقول له مبروك مش عارفه. ان شاء الله. الف مبروك ليك ولاسرتك ولاي حد هيطلع من عندك، ان كنت انت او مراتك، فالف مبروك ليكم انتوا الاثنين. وكل يوم مشاهدينا هيبقى معانا الفائز بتاع السؤال اللي قبليه. يعني النهارده منى هتقول لنا السؤال، وبكره هنقول لكم اسم الفائز ان شاء الله اللي كان موجود او الحل السؤال بتاع النهارده صح. منى السؤال: من هي ذات النطاقين؟ هل هي واحد عائشه بنت ابي بكر رضي الله عنها، اتنين حفصه بنت عمر رضي الله عنها، ولا ثلاثه اسماء بنت ابي بكر؟ عائشة بنت أبي بكر ولا حفص بنت عمر ولا أسماء بنت أبي بكر؟ وطبعا من موبايل بنتصل من موبايل 4-5-4 أو 45-54 4-5-4 أسهل. والرسائل 9-2-9-7 9-2-9-7. طريقة الإجابة هنقولها تاني زي محمد كان بيقول. بيقول الإجابة وبيضغط على إيه، لأن إيه ده هو الكود بتاع برنامج الستات ما بيعرفوش يكذبوا. كل برنامج من قناة سي بي سي ليه كود معين A B C، فإحنا هنا A بيكتب الإجابة وبعديها حرف A بيضغط على A ثم الإجابة. مظبوط كده؟ مفيدة؟ مظبوط. طب عشان نوفر على نفسنا تعالوا مع بعض نشوف السؤال، هيبقى على الشاشة هيطلع دلوقتي حالا، وهنقرا معاكم مره ثانيه لكل مشاهدينا علشان خاطر تركزوا في الاجابه الصحيحه. السؤال بيقول: من هي ذات الناطقين؟ هنشوفه دلوقتي حالا على الشاشه. لغايه ما يظبطوا السؤال عايزه اقول لكم من هي ذات النطاقين. بغض النظر عن السؤال هو هيطلع دلوقتي، لكن احنا اخترنا موضوع مهم جدا النهارده. الموضوع اللي احنا اخترناه عن السلوكيات. السلوكيات في حياتنا وحياه المصريين بقى فيها قوالنات كتيره جدا. تتفقوا معايا او لا تتفقوا؟ السلوكيات السلوكيات في الشارع وفي العمل وفي كده. يعني انا لاني اكبر منكم شويه اقول انها اتغيرت عن زمان، واللي اكبر منا اكتر يقولوا انها اتغيرت اكتر عن زمان. الدنيا بتتغير، بس مش للاسف مش دايما للاحسن، بالذات في موضوع السلوكيات. يعني احنا حاولنا النهارده او بنحاول النهارده وخلال ال 30 يوم بتوع رمضان يا جماعه نحاول ان احنا نهذب من سلوكياتنا. الشتايم في الشارع المصري بقت حاجه غير طبيعيه. وانا جايه النهارده مثلا، وانا جايه في الطريق حصلت حادثه. طب تمام، حصلت حادثة، العربيتين وقفوا لبعض، عربية نقل والعربية التانية البنتين راكبين.
حرام زمان صاحب العربيه النقل لما نزل علشان يقول للبنتين انتوا ازاي تعملوا الموضوع، ما كانش عتاب عادي. كم الشتايم اللي سمعتها المتبادله بين الطرفين كانت تشيب، يعني كمان يعني مش البنات بيردوا على الراجل بشتايم غير طبيعيه، والراجل بيشتم البنات واحنا في رمضان بشتايم غير طبيعيه. هل مجتمعنا وصل للدرجه دي؟ هل هو في العادي ولا في رمضان؟ هو في عنف مجتمعي، في عنف مجتمعي متبدي في اشكال وسلوكيات كتيره، من ضمنها قصه الشتايم. الحقيقه لدرجه ان احنا بنتجاوز، انا ما بنقولش عليها شتايم، بنقول عليها العنف اللفظي. زي كده العنف البدني، العنف كده العنف اللفظي. احنا النهارده اخترنا وضيوفنا هيكلمونا عن السلوكيات والشتايم في المجتمع المصري، بس قبل ما نروح لاي حاجه تعالوا مع بعض نشوف السؤال بتاعنا صوت وصوره على الشاشه. من هي ذات النطاقين؟ عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، أسماء بنت أبي بكر. اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297، اضغط حرف A ثم رقم الإجابة. زي ما قلت لكم سلوكيات هي موضوعنا النهارده، وعايزه احكي لكم على حاجه ثانيه خالص. واحنا بنقرا او انا بقرا يعني في السلوكيات بتاعت زمان، تصدقوا ان ايام العثمانيين كان الرجل في رمضان بيعمل حاجه غريبه جدا. اول رمضان يجيب جواب ويكتبه لمراته ويقدمه لها اول رمضان. الجواب ده فيه عباره فيه ايه؟ فيه اعتذار منه على اي حاجه بدرت منه خلال السنه، فيها اعتراف ضمني ان هو بيحبها وبيقدرها وهيفضل طول عمره موجود معاها في حياتها، وان هو بيحب ولاده وان هو يعني بيحترم ويقدس العيله وعيلتها وكل ما فيها من مميزات هو بيقوله في الجواب ده. يا ريتنا عشنا في عهد العثمانيين والله. الست تسكت؟ لا، الست في ايام العثمانيين ما سكتتش. هي كمان اول رمضان تقوم جايبه له هديه عباره عن اسويره فضه فيها نقوش حلوه جدا، والاسوره دي بتقدمها له تقديرا منها على السنه اللي عاشوها حلو مع بعض، واعترافا ضمني ان هي بتموت فيه وبتحبه. تخيلوا في السلوكيات يعني هو قدم لنفسه يعني. يعني لما ده من ايام العثمانيين، ما بالكم احنا النهارده في 2011 ومش عارفين نعمل. الست تقول لجوزها بحبك يا حبيبي كل سنه وانت طيب، دي كبيره قوي عندها. انت فاكره الدكتوره اللي كانت معانا من يومين اللي قالت ان المفروض الزوج والزوجه في بدايه رمضان يقعدوا ينظموا هيقضوا رمضان ازاي وهيعملوا ايه بالود شوف العثمانيين عملوا ده من زمان، والراجل قدم وهي ردت من غير مناقشه. ده شبه المسج اللي بتبعتيها للغرب، زي ما قالت برضه بنبعت للغرب مسج وبنعيهم في رمضان وسامحونا على اي حاجه عملناها في حقكم. انا بس حبيت اقول لكم على الحاجه دي لفتت نظري. وانتي منى عندك حاجه اكيد. عندي حاجه استوقفتني جدا، مبادره رائعه جدا لشباب في الاسماعيليه، 100 ولد وبنت او متطوع من فريق صناع الحياه في الاسماعيليه. الحقيقه عملوا ايه؟ عملوا طهي واعداد وتغليف وتوزيع اكثر من 400 وجبه سخنه من المحاشي واللحوم البلديه وقدموها للفقراء والمسنين. المطبخ ده طبعا كله بنات، بيتراوح اعمارهم ما بين 17 و30 سنه، والشباب اتعودوا يساعدوهم في كل حاجه بيعدوها في توزيع الوجبات. يعني هم البنات يحضروا الوجبات والولاد يقوموا بتوزيع الوجبات على الفقراء والمسنين. طبعا من هنا من الستات ما عرفوش يكذبوا، بحيي فريق صناع الحياه في الاسماعيليه، بحييهم جدا، وبتمنى ان في كل المحافظات يكون، وانا عارفه ان في صناع الحياه في محافظات كتير، بس اتمنى يبقى في شغل كتير مع ربنا ان شاء الله في رمضان ونفتكر الفقراء والمسنين بالذات. طيب قبل بقى ما نطلع لفقرتنا الرئيسيه بتاعت السلوكيات والعنف اللفظي، لازم احنا في رمضان برضو كده. انت محضره لنا ايه؟ بصوا بقى، اولا الفانوس الجميل ده. الفانوس ده اصل انا من هواه الفوانيس المصري. جميله. عايزه نبقى نتكلم في موضوع الفوانيس ده. المهم احنا دلوقتي بنبعت رسائل لبعض عاده في رمضان والعيد وشم النسيم. السنه دي بقى رمضان بعد الثوره ليه مذاق خاص. طبعا المصريين خف الدم، ما فيش زي كده. اكتر شعب ابن نكته، اكتر شعب دمه خفيف، يهزر حتى في الاوقات الصعبه.
فالمصريين السنة دي قرروا بمناسبة الثورة ورمضان يعملوا رسائل ذات طابع خاص. قال لك أصدقاء الليبراليين اللي بيجينا اللي بيجينا في أصدقاء الليبراليين رمضانكم حرية. أوكي. طيب أما أصدقاء الاشتراكيين فرمضانكم عدالة اجتماعية. تمام. أما أصدقاء الإسلاميين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والله أعلم. أصدقائي غير المسيسين بقى اللي ما لهمش في السياسة، الناس بقى اللي عايشة حياتها عادي، اللي احنا يعني، قال لك رمضان كريم. طب والفلول هنسيبهم كده؟ قال لك رمضان مبارك. مصريين خف الدم. السنة اللي فاتت كانوا المصريين بيحطوا معرفش ازاي الوزارة وحكومة الحزب الوطني والبرلمان كان فيهم جمال وسرور وعز الأسامي كلها كده خاصة جدا. فالسنة دي المصريين، بس انا دي لازم هقراها لاني مش عارفه احفظها. ماشيين رساله قال لك بنهنئكم بمناسبه فلول شهر شعبان، مش حلول، فلول شهر شعبان وبدايه شهر رمضان المبارك، ويا ريت الشهر يكون كله جمال وسرور ومصر توصل فيه للعلاء وتعيش في عز وتبدا على نظيف، وانا باكد على عزمي في التجديد على ذلك، ولو حصل وناخد صفوه الحسنات ويجعلنا من عبيد الله الصالحين. وادي الشعب المصري وخف الدم، كل الاسامي شبطوها في رساله حتى عبيد، قال لك يعني عبيد خلوها عبيد الله الصالحين، احنا شعب خف الدم وما فيش ده بصرف النظر عن السلوك والعنف. لا السلوك ده موضوعنا، بس كمان من ضمن السلوكيات الرائعه هو اللي احنا هنشوفه في التقرير النهارده، المسنين في رمضان وفي اي وقت غير رمضان بيبقى محتاج كلمه ود، بيبقى محتاج مننا احنا نروح نزورهم ونشوف ايه مشاكلهم، زعلانين من ايه، مبسوطين من ايه. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم مره ثانيه مع المسنين بتوعنا. جيل الاربعينات عشان واحد يقعد في دار مسنين دي من تعتبر من الكبائر، ولكن النهارده بيبقى حاجه عاديه جدا ونورمال قوي 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 ان انا اودي بابا دار مسنين او اودي ماما دار مسنين، بقت عاديه. ممكن حضرتك توصف لي رمضان من 10 سنين كان بيبقى عامل ازاي بالنسبه لحضرتك ودلوقتي عامل ازاي؟ من 10 سنين او من 15 سنه كنا بنستعد لشهر رمضان ده من اوائل شعبان، بنبتدي نحضر اليميش، بنبتدي نحضر احتياجات البيت من كله، كان في جو اسري وكان في تآلف وحب وتعاطف. بوجه رسالتي لكل بنت او لكل ابن، تذكروا معاناة الاب وانتوا صغيرين، تذكروا ان هو في شبابه ما بخلش عليكم، فبتبخلوش عليه في الكبر. السنة دي ما اعرفش يعني، انا مش حاسس برمضان بصراحة، يؤسفني يعني ان انا يعني انا وهنا ومعايا زملائي برضو كلنا في الدار هنا ما احناش حاسين برمضان. كنت هتحس برمضان اكتر لو كان في اطار الاسرة بتاعتك، يعني الاسرة بتاعتك كاملة. مفيش شك. جوزي توفى وانا ماليش شقة في الوقت ده ومليش بيت اعيش فيه، تقوم انتوا كمان تكرشوني؟ يعني حاجه مش معقوله ابدا. فانا مش واخده على ان يعني يبقى رمضان كده يعني في لوحدي كده. السنه اللي فاتت قضيته لوحدي، والنبادي برضو مش عارفه برضو قضيته لوحدي، ما تمرش فيهم اي حاجه خالص. تضايقيش لما بتقضي رمضان هنا من غيرهم؟ لا انا انتوا مش بقولك انا بجاملك، بشوف ناس احسن من عيالي، انا هنا بشوف ناس احسن من عيالي اللي خلفتهم وربيتهم، بشوف ناس احسن منهم الحمد لله. ربنا جاب دي الدار دي نعمه للي زينا، بس ربنا ما يحكمش عليكي. انا بقول له ما تحوجيش لولدك ابدا. إذا كانت البنت ولا الابن كانوا يشغلوها فوق دماغهم،
يعملوا لها تمثال عشان ربتهم وكبرتهم وجوزتهم، في الاخر يجيبوها هنا وفين وفين عقبال ما بيزوروها. ليه جيت دار مسنين؟ تعبان تعبان في البيت مع اللي انا عايش معاهم، سبتهم وجيت هنا مش مريحني. حضرتك هتفطر مع مين النهارده؟ هفطر مع نفسي. انا هفطر مع مين؟ ما فيش حد، ما بنفطرش مع حد هنا، كل واحد بيفطر مع نفسه. دي حاجه بتضايق حضرتك انك بتفطر لوحدك؟ قطعا، لان الواحد عاوز يشوف ناس ويتكلم مع ناس ويقعد مع ناس، انما عشان يبقى فيه اضطرار لان افطر لوحدي او اتصحى لوحدي، هي برضه بتضايق. بتقعد ساعات حضرتك تفتكر زمان كده لما كنت بتجيب لهم الفوانيس في رمضان وتقعد معاهم على السفره، بتقعد تفتكر الكلام ده؟ اه بفتكر. اباء وامهات تعبوا وربوا وسهروا الليل، ولما جه الوقت عشان يترد لهم الجميل ما لقوش اللي يرد لهم الجميل، فقعدوا في دار مسنين. وفي غيرهم تاني كتير. لو انت لسه مضايق باباك او مامتك، لو لسه ما قلتلهمش كل سنه وانتوا طيبين، استغل الايام الاولى من رمضان وقول لهم كل سنه وانتوا طيبين. رمضان كريم. مبدئيا اسمحوا لي ان انا اشكر زميلتنا ايناس على التقرير الرائع ده، وعايزه اقول حاجه لاولاد الناس الموجودين في التقرير اللي هم موجودين. انا شايفه ان انتوا يعني يا اما فقدتوا الاحساس بالدم، يا اما فقدتوا الاحساس بالمسؤوليه، يا اما فقدتوا الاحساس ان في ربنا وهيحاسبكم في يوم القيامه. دول ابوكوا وامكوا، ازاي ترموهم في بيوت؟ حتى اوكي لو انت عندك ظروف ومش قادر ان انت تقعده معاك في البيت، ولان انا لا اقتنع بالكلام ده، مفيش حاجه اسمها اب والدك والدتك ما تقولهمش كل سنه طيب وما تروحش تفطرهم. والناس يا منظر بيقول له يعني افتكر في يوم ان انا ما بخلتش عليك بحاجه. تسمحوا لي يعني لا اميره انا بايظه عيطت انا بايظه، بس انا عايزه اقول لكم حاجه. فكرة ان الاولاد تحط اهاليها في بيوت المسنين دي فكرة ما كانتش مصرية خالص. احنا كان عندنا احترام شديد للاسرة واحترام شديد للام والاب. مش ممكن ان الناس انشغلت بنفسها وبقت انانية وبقت ما بتفكرش في الناس اللي شالوهم. بجد شيء موجع وقبيح لو جدا. لو عندك فلوس تدخل امك او ابوك وتدفع لهم، ادفع لهم حد يرعيهم في البيت. مفيش كلام من ده ولا فلوس. ربنا بيدينا الفلوس عشان ندخل بيها اهالينا في دار المسنين لا 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 سوري. وفي واحده بتقول يا رب ما تحتاجيش لا ده كلام غير مقبول وده سلوك مش مصري. رمضان ايه؟ ونقول لهم كل سنه وانت طيب ايه؟ هي العلاقه هتتمحور. طب خلاص فاني اقول لحد كل سنه وانت طيب؟ عايز اقول بس يا جماعه ده شيء قبيح جدا. برضو مش قادره اقول يعني لازم جه وقت ان انا اقول. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فلما يكون كبيرنا ده اللي خلفنا وسبب وجودنا في الدنيا ونقصر معاه كمان، ولا تقل له ما أفن. ليس منا يعني ولا مش ليس منا اللي انا عارفاه كمان ان الجنه تحت اقدام الامهات. لما انت امك او امك تبقى هي اللي موجوده دلوقتي في دار المسنين، انت عايزه ربنا يكرمك ازاي ولا ربنا شفتي. يكرمك ازاي؟ شفتي ولا انت لما بتروح تصلي وتقول يا رب ربنا يسمعك ربنا هيبص لك ازاي وانت رامي والدتك ولا باباك ومامتك في حته انت لا انت عارف هم بياكلوا ايه وبالمنظر ده؟ شفتي الصوره الراجل كاتب على الدولاب ايه؟ اللي في حاله وفاته اتصلوا بفلان او فلان. يا للقبح يا للقبح. معلش يعني تقول لا. لو انتوا احنا في رمضان وغير رمضان ده وغير رمضان وغير رمضان يا جماعه مش معقول كده. ده قبح وحاجه فظيعه جدا. سلوك سلبي رهيب. نتمنى يختفي من حياتنا في مجتمعنا. مش مفروض انه موجودين يبقى موجود اصلا في بلد اسلاميه بتحترم الاسلام ودينها وديننا بيقول حرام ان يبقى عندنا نوعيه السلوك ده. ده سلوك مرفوض شكلا ومضمونا. نشكرهم على التقرير. امبارح ليلى علوي قالت في لقائها مع لميس كان حلو قوي. قالت البلد اللي ما فيهاش رحمه ما فيهاش دين. انا سمعت الموضوع. لان اللي ما فيهاش رحمه ما فيهاش دين، لانه الدين بيخض على الرحمه فعلا، واول حاجه الام والاب. ده كلام فاضي. ده كل العالم. معلش انا اسفه جدا. لا 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 ليكي حق.
يعني طب احنا طبعا بفكركم مرة تانية بالسؤال وهنشوفه دلوقتي. اسمحوا لنا ان احنا السؤال بيقول: من هي ذات النطاقين؟ هل هي السيدة عائشة بنت ابي بكر، حفصة بنت عمرو، اسماء بنت ابي بكر؟ بنت عمر. يبقى من هي ذات النطاقين؟ عائشة بنت ابي بكر، حفصة بنت عمر، اسماء بنت ابي بكر. واللي عايز يجاوب من خلال التليفون او المحمول يتصل ب 4554. اللي عايز يجاوبنا من خلال الاس ام اس هتبقى 9297، رقم الحرف بتاعنا هو حرف A وبعدين الرقم الصحيح للسؤال. ده بالنسبة للسؤال بتاع النهاردة. ونروح لفاصل ونرجع مع موضوعنا الأساسي يمكن احنا اخترناه، ويمكن التقرير بيقول السلوكيات في رمضان، السلوكيات في حياتنا، كم الشتايم اللي موجودة في مجتمعنا بقت غير طبيعية ولا تطاق. ضيوفنا الموجودين معانا النهارده في الاستوديو هيكلمونا. اعتقد اميره تحب تقولي مين معانا؟ معانا الاستاذ مسعود شومان. استاذ مسعود شومان شاعر عاميه مصري وبازل جهد كبير في توثيق اشكال ومناحي العنف اللفظي. ومعانا الدكتور احمد يحيى استاذ اجتماع ايضا مهتم بما ما الذي حدث في المصريين. ايه اللي حصل لنا يا جماعه؟ ايه اللي حصل لنا في العنف اللفظي وفي الاسر؟ ده مش بس كده، ده كمان هو عامل قاموس كبير جدا عن الشتايم هنتكلم عنه. منى هنعمل ايه في المطبخ؟ شيف محمود محضر لنا حاجات حلوه النهارده، حلويات ويعني عامل عصير اناناس بالزبادي ويعني الباي كلها فروت، يعني معرفش كلها فواكه، باي بالفواكه. والفطار ده خط قدام فيه كتف ضاني روز، كتف ضاني وسحور مخبوزات محشيه جبنه ولحمه جميله. نشوف شيف محمود، احنا كل ما بتجيبوا سيره المطبخ بتجوعونا وبتبوظونا. انت بتفكي في المطبخ عشان تروحي تفطري بدري، انت هتفرجي علينا. والله عندي عزومه النهارده، بس بكره انا معاكي. عزومه جامده. عامله فيها ايه النهارده؟ عامله فته وعامله ملوخيه وعامله فراخ وعامله عشان كده بتعيط يا اميره. لا لا والله، لا لا والله بعيط، التقرير دمرني عصبيا وافكني يعني. ايه الغرامه الكبيره دي؟ طيب نروح لفاصل ونرجع مع ضيوفنا والسلوكيات في حلقتنا. زي ما احنا متفقين السلوكيات في حياتنا بقت بايظه، ما تزعلوش مني، الشتايم بقت كتيره جدا، اي حد يقف يعترض على اي حاجه مع بعض اول كلمه انت ايه اللي عملته؟ طب يا كذا يا كذا يا كذا، وده يرد وده. بقينا بجد مش عارفين نعمل كنترول على لساننا ونعرف طب ليه احنا بقينا كده، مع ان احنا شعب دمه خفيف وطيب والمصريين دول ما فيش احسن منهم. ايه اللي حصل في مجتمعنا؟ الحلقه بتاعتنا النهارده بتتكلم على ايه اللي حصل للمصريين من خلال ضيوفنا الاعزاء الموجودين معانا. معانا الاستاذ مسعود شومان وهو باحث وشاعر وصاحب القاموس اللي احنا اتكلمنا عليه، وطبعا الاستاذ احمد يحيى استاذ علم الاجتماع بجامعه قناه السويس. اهلا بحضراتكم. أهلاً، رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. رمضان واكرم الله طيبين. منورني يا فندم. الله يحفظك. ايه اللي حصل للمصريين؟ هل بقوا بيشتموا اكتر؟ هل احساسهم بمعنى الشتيمه قل؟ يعني بقوا بيعتبروا ان الكلام الخارج والتلاسل والتشاتم ده جزء عادي من حوارهم، مفيش موضوع نقف قصاده، ولا دي ظاهره محدوده؟ ولا السؤال لحضراتكم انتوا الاثنين مرتبطه بايه وليه؟ يعني كده ادونا مقدمه. طبعا احنا في تاني يوم رمضان المفروض نتكلم كلام، بس ده مهم جدا. احنا بجد يعني عنا على الشارع، عنا على لو الناس، لو ما طلعناش من رمضان مصلحين السلوك. والحقيقة طبعا احنا فكره ان احنا نعمل رصد احصائي دي مساله صعبه شويه، يعني طبعا القاموس اللي انت عامله خاصه انه الشتيمه موجوده منذ بدء الخليقه. يعني منذ الصراع بين هابيل وقابيل، يعني نستطيع، ثم امتدت فيما بعد للقبائل سخرية. والإثنيات والعرقيات المختلفة. وهنلاحظ ده فيما بعد بقى، يعني في ما يتعلق بالشتيمة مثلا بالحيوان بالذات، لما اي شتيمه بالحيوان هي متعلقه بفكره الطوطم. أيوة. فكره الطوطم اللي كان رمز القبيله ده او العشيره، قبيله فلان كذا رمزها حيوان العلاني. وبالتالي ساعات ناس تستغرب لماذا هذه الشتيمه بالحيوان ده تحديدا او غيره. طب ليه ما بنقولش يا ابن الاسد؟ ليه بنقول يا ابن الكلب؟
دي هتبقى تزكيه بقى مش ليه؟ ليه ما بنقولش يا ابن الزرافه؟ يعني يا ابن الحمار ليه؟ لا هو طبعا لا برضه اكيد في تلقائيه في الحيوانات تلقائيه طبعا بيبقى بتستوضع بعض الحيوانات الضعيفه ليه؟ في حاله من الانتقائيه لانه في برضه درجات للحيوانات يعني يعني زي البني ادمين مليون درجات حتى في الشتايم وطريقتها يعني يعني اللي بيشتم فاهم برضه فاهم انه لما ينتقي حيوان ضعيف يبقى هو بيشتم الراجل ده عشان الشتيمه وراها وعي عميق جدا وده الكلام بقى اللي انا مهم ان انا اقوله يعني فكره ان احنا نقبح الشتائم وحسب او نتعامل مع منظور اخلاقي وفقط هذا ليس علميا على الاطلاق ليه؟ لانه الشتيمه وراها مفاهيم ودلالات عميقه جدا بل وجماليات احيانا يعني وراها مجازات يعني دي امثله طبعا مع محافظه بالمستمع والمشاهد بمعنى ايه كلام حضرتك بتشرح لنا من فوق خلينا ننزل معاك لتحت اكتر فهمني اكتر يعني هقول لحضرتك حاجه يعني مثلا احيانا كثيره جدا يبقى في نوع من الترميز وانت بتشتم يعني اللي هو ايه الكلام لك يا جاره يعني مثلا يبقى في كنايه ورا الشتيمه واحيانا الشتيمه تشتم لحد ويعنى بها الامتداح كويس ويعنى بها الامتداح والتفخيم يعني مو قول فلان ده ابن كذا 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 ويعني امتداحه وتقييمه قيمه عاليه جدا يعني قالك بصراحه يا ابن الكاد لاعب كوره ايوه احنا حطها كذا شوف البت بنت الايد لابسه فستان يا ابن اللذينه ابن اللذينه واللي بعدين اللذينه مفيش دعوه ابن اللذينه دي قبل ما نخرج من ابن اللذينه اتعملت اغاني حضرتك بنت اللذينه دي حضرتك لا وشتائم اتعملت اغاني ثانيه انا مش خرنج مثلا ما دي شتيمه يعني واتعملت يعني وده بالنسبه استاذ احمد المصريين بيستعملوا شتايم ليه؟ شوفي حضرتك اجتماعيا بقى شوفي حضرتك الشتيمه جزء من النسق الثقافي لاي مجتمع لا يوجد مجتمع متقدم او متخلف غني او فقير الا والشتيمه جزء من النسق الثقافي او التركيبه الثقافيه ليه بتختلف من مجتمع لمجتمع انما احنا عندنا الشتيمه عندنا مستويات يا فندم مستويات بتختلف من مجتمع لمجتمع بس موجوده في كل مكان موجوده في الطبقات الفقيره موجودة أيضا في الطبقات الغنية موجودة في البلاد المتقدمة والبلاد غير متقدمة أو المتخلفة دي رؤية لازم نحطها في اعتبارنا لأنها زي ما قال الحقيقة أستاذنا أنها بتشكل جزء من تراث هذا المجتمع وجزء من تكوين هذا المجتمع الأخطر من هذا أن هذه الشتايم بتبقى لها تأثيرين تأثير اجتماعي إيجابي وتأثير سلبي في المناطق الشعبية الشتيمة عندهم لها علاقات اجتماعية ملهاش علاقات سلبية يعني ايه؟ بمعنى ان جزء من ثقافة المنطقة الشعبية ان يبقى ده الجزء من الحوار المكمل للعلاقات الانسانية اللي بينك قال يا ابن الكلب ما جيتش ليه النهاردة شفتكش ليه يا ابن كذا ما بياخدهاش ابدا على انها ايه دي مش شتيمة. عشان كده انا سالت وقلت هل الناس اعتادت على ان الالفاظ دي مالهاش دلاله سلبيه هنا يا ابن كذا مش شتيمه انما امتى تكون شتيمه عندما تقترن بامران الامر الاول الاساءه الامر الثاني العنف هنا تبقى شتيمه انت لسه قايله من شويه وانت جايه سمع اتنين سواقين بيعملوا يبقى ايه لو اقول له فتح عينك يا اخي انت حمار بس هنا بقت سب هنا بقت سب طيب عندنا الحمار لا ده انت ال 60 حمار ولو راجل ينزل لي تحولت من سب الى عنف وبصفه عامه الشتيمه قيمه سلبيه في حياه المجتمع يعبر عنها الانسان باللفظ او يعبر عنها الانسان بالصمت بس احنا ما كناش كده يا فندم لا يا فندم كنا كده ليه ما كناش كده ما هو بص حضرتك يا استاذه منى ما اقدرش انا اتهم مجتمع الا لما اتهم عناصر تكوينه تمام ما هي عناصر تكوين هذا المجتمع النهارده الثقافة الإعلامية التي تقدم للمجتمع المصري النهاردة طبعا حضرتك الأغاني والأفلام اللي يعني أخونا وحبيبي وعلى عيني وراسي الأستاذ محمد سعد اللي يقدمه في أفلامه وكمية الشتيمة اللي بتعتبر قيمة النهاردة في أفلامه شفت حضرتك زمان ماجدة لما كانت بتقول يا جد وبتقول له أنت بتتخلق يا جد بتتخلق عليا يا جد لا ده أنا هقول لحضرتك حاجة حصلت معايا شخصيا يا سلام أنا مرة طالبة من الطالبات وأقسم وأنا صايم أن هذا حدث جاتني المكتب أستاذة مفيدة تقول لي يا دكتور أحمد ممكن أسألك سؤال قلت لها اتفضلي قالت لي واحد وأنا ماشية بيعاكسني بيقول لي يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا
ده كلام حلو. يخرب بيت مخك، مش عارف الفرق بين ده وبين ده. قالت لي لا ده انا اول مره اسمع كده، وعندك في البيت ما حدش يجرؤ يقول كده. اذا البيت لما هو كان بيشتم حقيقه، مش بيشتم وحشه جدا. دكتور ان هنا البيت خليني اقول ازاي يعني حقيقه، هكمل دي وهسمع حضرتك يا استاذه. البيت مع المدرسه مع الاعلام مع الجامع بيشكل، والكنيسه يعني بيشكل، مع النادي مع شله الحاره مع القعده في الشارع، كل ده كله ده بيشكل النسق، النسق التربوي والاخلاقي والقيمي اللي بيسلكه الفرد. النهارده انت تعالي شوفي، شوفي فريقين من اولاد في مدرسه اعدادي او ثانوي بيلعبوا مع بعض الكره في الشارع. العب يا ابني كذا، هات يا ابني كذا، وديها يا ابني كذا، برضه كل المستويات يعني المدارس العاديه. ما انا قلت كل المستويات. طب احنا عندنا تليفون مدام مايسة على التليفون، ناخدها ونشوف هي ايه كمان تعليقها النهارده. اهلا وسهلا، صباح الخير يا مدام مايسة. اهلا اهلا، صباح النور، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيبه يا مدام مايسة، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا والله البيت صحيح عليه عامل كبير، بس بره الشارع وهم ما اما يكبروا وهو بيسوق العربيه والالفاظ. انا عمري في حياتي يعني ولادي صبيان، بس عمري في حياتي ما استمتعت بكلام خارج، بس يعني ما بيكبروا بينزلوا الشارع وبينزلوا المدرسه وبينزلوا الحاجات دي كلها، فبيجيبوا الحاجات دي من بره. والتلفزيون قلت ماشي، وما اعرفش يعني في لغات دلوقتي. انا عمري ما كنت بنقولها واحنا صغيرين يعني. طب يعني الواحد هيحجب الموضوع ده ازاي؟ صح، لا هو بص اسمها ايه؟ مدام مايسة. مدام مايسة، مدام مايسة. هو نعم. يحجمه ان هو ما يستخدموش، لكن مهم يعرفه في فرق بين حاجتين، ان اعرف الخطأ حتى اتجنبه ولا امارسه. يعني مهم جدا ولادك يعرفوا الخطأ، يعرفوا ان دي شتيمة، حتى لو قالها على استحياء مش هيبقى هي طبيعته. يعرف يا استاذه ان دي شتيمة، ان دي عيب. تمام، بشكرك يا مدام مايسة. ومعانا مدام منى على التليفون من العريش، اهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير. ازيك يا منى؟ وقلبنا معاك. الحقيقه ما سعيده جدا موضوع اصبح شيء فظيع الشارع لما بيكون في اولاد صغيرين. منى بيكون سيء جدا الحقيقه. الو؟ ايوه احنا كده سامعينك، بقى ابتدي من اول وجديد. يعني انا يعني بضم صوتي لصوتكم في موضوع لغه الشارع. اصبحت شيء سيء سيء. احنا فعلا يعني بقى في لغه من بزقه في الشارع رهيب رهيب. القاهره بيتحول المكان الى مشتمه. ايوه ملهاش اول من اخر. الناس ما بتتكلمش الا بالشتيمه، والأسوأ ان ده انتقل للتلفزيون وللمسلسلات والبرامج الكوره والاستوديو التحليلي. صح. وبقت الناس بتشتم بعضها بطريقه رهيبه وحتى في التلفزيون. صح يا منى، يعني وصلت فكرتك، احنا بنشكرك. يمكن يمكن استاذ مسعود ممكن حضرتك ترد لنا، لان انت باحث، انت عملت 20,000 شتيمه في 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 الاطلس بتاعك. 20,000 عامية ولا فصحى ولا الاثنين؟ لا بالعامية، بالعامية. من 10 محافظات. ليه وقفت 20,000 من 10 محافظات؟ في كام كل يوم استاذ مسعود؟ انت عارف انت عامل ايه 20,000 بس؟ يعني انت بس 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 ده في اكتر صح؟ بالمناسبه طبعا ده جمع من 10 محافظات بس. وفي نفس الوقت يعني ده فكره. انا عايزك اقول لي حاجه بعد اذنك. ده اتفضل يا ريت. معنى كده اللي بيقوله ده ان بتختلف الشتيمه من محافظه لمحافظه؟ طبعا. شوفوا طبعا. طب كلمنا بقى للهجات. بتختلف من مهنه لمهنه ومن طبقه لطبقه. بالمناسبه انا عايز بس يعني ايه، يعني خلي الموضوع اكثر علميه، يعني ما يبقاش ايه في اطار متحفي او في اطار الفكاهه، يعني عشان لو احنا بندرسه بجد يعني نقف على نقاط واضحه وحقيقيه جدا لدراسته. لان الموضوع لغوي واجتماعي وسياسي، وبالتالي لا نستطيع ان احنا ندرس الشتيمه بمعزل عما يحدث في المجتمع. يا ريت حضرتك دخلنا اللي انت عايز تفهمونا. فانا عايز اقول لحضرتك مثلا احنا دلوقتي مثلا بقى في شتائم جديده، زي انك تشتم واحد تقول له انت من الفلول مثلا. انت فلول. فلول دي بقت شتيمه. كويس. وبالتالي استطيع ان اربطها بهذه الفتره التاريخيه. فتره صدام حسين كان في شتيمه شهيره جدا، العلوج. كويس. وكانت مشهوره جدا ومنتشره بشكل غير طبيعي. وبدا يتعمل عليها كاريكاتيرات. اقصد اقول ان الشتيمه لها علاقه بالظرف السياسي والظرف الاجتماعي. ومن هنا في تصنيفات كثيره جدا ليها على مستوى الطبقه الاجتماعيه. هناك شتائم للطبقات على المستوى السن والفئات العمرية. هناك شتائم لا علاقة بأطفال المدارس الابتدائية مثلا،
وفي على فكرة دراسة شديدة الأهمية بتؤكد على ده، حوالي 52% من شتائم الأطفال متعلقة بالمدرسة. بالمدرسة صح؟ متعلقة بالمدرسة. عايزة أسأل حضرتك سؤال. أنا يعني مقتنعة جدا باللي حضرتك بتقوله، إن الشتائم مرتبطة بالظرف الاقتصادي الاجتماعي في مجتمع، وبيستحدث شتائم والأوصاف بتتغير دلالاتها. الشعب وهو منتصر يشتم أكتر ولا هو منهزم؟ الناس وهي غاضبة يعني وهي مثلا منتصرة لحد العجرفة، يعني وحالتها يعني أني حالة اللي الشعب يعبر أكتر ويستخدم ألفاظ أكتر؟ لا، الشعوب المهزومة دائما أكثر شتائمية بالتأكيد. وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنه دايما الشتيمة بتبقى على لسان الضعفاء، ليه؟ حتى هي مواجهة للقوة، يعني دايما يعني الضعيف دايما يشتم، يعني لانه بيواجه قوة قدامه. وبالتالي دلوقتي لو بصيتوا تأملتوا مين اللي بيشتم، هتلاقيه نوع من دفاع عن النفس عن ذاته. يعني ناخد احمد على التليفون، انه بقاله كتير ويخش معنا في الحوار، ونكمل مع حضرتك. احمد، السلام عليكم. اهلا وسهلا يا بركاته. اهلا بحضرتك. هو يعني انا مش عارف يعني الحل الموضوع ده ايه، بس هو الحل يعني في رايي انا الشخصي المتواضع طبعا، ان الدين، الاخلاق، لان دلوقتي بقت كلها يشقي وصباحك فل، في حاجات كتير يعني لغات كتير بتطلع بين الشباب ما عادتش حلو، وبتأدي بقى للالفاظ والكلام ده. الالفاظ دلوقتي حضرتك بقت عادي، يعني بقت حاجات عاديه، ان الشتايم بقت بين الشباب وبعضهم، وللاسف بين البنات بقت عاديه. دي حقيقه. ربنا هو المستعان. الله، احنا بنشكر. يعني شوف، انا حقيقة عايز اقول حاجه على الكلام اللي قاله احمد. الـ 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 الشتيمه تعبير عن موقف اجتماعي سياسي ثقافي اقتصادي زي ما تفضل استاذنا وقال، دي حقيقه. لكن النهارده في نوع من الشتيمه اللي بيسموها شتيمه الفانتازيه، الفانتازيك. ايوه، اللي هو الواد روش. واد روش، نوع من الروشنه. أيوة، ان يكون قليل الادب. ايوه بالظبط. الاخطر من كده يا استاذه مفيده، يا اساتذه، ان تخش هذه الفانتازيا جوه البيت، وتصبح بين الرجل ومراته، وتصبح بين الست وجوزها، وتنعكس على الجيران، وتنتشر. هي بذره بتبدا وتنتشر، وتبقى دي نوع من الفانتازيا الاجتماعيه. النهارده الاستاذ احمد المتصل بيقول الرجوع للدين. لا، يعني احنا مش عايزين نخلي القضيه قضيه مسيسه دينيا، ان هي مسيسه اخلاقيا وقيميا. تربيه اخلاقيا وقيميا وتربويا. ما هي في كل الاديان. دكتور احمد، فضلي. شوف، انت قلت جمله مهمه قوي، قلت الفانتازيه الاجتماعيه، الشتيمه لما تتحول لفانتازيه، ان الناس تبقى قليله الادب. لا، ده انا عايز اقول لحضرتك، هسالك على حاجه. نعم. هم هنا بيبقوا حاسين انهم قليلات الادب، ولا بيبقوا حاسين انهم عادي؟ عادي جدا. انا شايفه ان ده اكثر مصيبه. ده الاخطر، انهم يتناقلوا الالفاظ. ما لو خدنا دلالات، لو خدنا من كلام استاذنا، اداك التفسير العلمي. أيوة. النهارده لما تلاقي الصفوه او النخبه بيقعدوا في لقاء ثقافي، او في لقاء تلفزيوني، او في لقاء المفروض يوصلوا رسالة للمجتمع. أيوة. وهم بيتخانقوا، كان فاضل بس يشتموا بعض. طب ليه الشتيمة؟ عندما أكون غير قادر على مواجهة الآخر، العجز هو ده بيوفر لي وقت، أو الضعف، أخذ الشتيمة كوسيلة لتنفيذ المكبوت. قد يكون هذا المكبوت على فكرة شخصي، كان يكون المكبوت ده من العمل، قد يكون المكبوت ده من الاوضاع الحياتيه اللي فش غير كده من اي سبب. استاذ مسعود، مثلا انا بنتي مره جت من المدرسه، رجوعا لحته ان 52% من الشتايم بتظهر الاول او في الدول العربيه، ولا في اوروبا 66%. مره بنتي جت، مش عارف بقولها منى انت ذاكرتي كده، قالت لي يا ماما فاكس بقى. الصداع فاكس، ما هي يعني فاكس وسيس والكلام ده كله، ما هو ده لا الفاظ هتتاخد تبقى شتايم. لان انا اعتقد انهم بيستعملوا دماغك بيستعملوا كلمه فكر وفكك مني وكل الكلام ده. عادي، دي شتايم ولا شتايم؟ لا دي مش شتايم، ده انتاج مجتمعي نتيجه الكبت الحياتي. الشباب انعزل اجتماعيا، خلق لنفسه لغه خاصه، اخترع له لغه مع نفسه. وهي كان نوع بس ما تبقاش تحول شتيمه. لا، نوع من مواجهه سلطه الاباء وسلطه المدرسه وسلطه اللغه. تمرد، يعني في مجموعه سلطات بيواجهها الطفل. سلطه الاب،
سلطة اللغة، مجموعة سلطات، فهو عايز يتمرد على هذه الأوامر طوال الوقت والسلطات المرعبة. فبيعمل إيه؟ يعمل لغته ويعمل شتائمه ويعمل علاقاته، وده جزء منه. لازم ندرس الحالة الاجتماعية المصرية، بمعنى أنت النهاردة غايب عن بيتك، كويس، غايب عن بيتك من في ظروف اجتماعية سيئة جدا، انت بتشتغل كتير جدا فسايب بيتك، وبالتالي الولد بيصنع لغته وبيصنع حياته المختلفة. انا يمكن جمعت عملت مرة دراسة برضو عن لغة الروشنة ولغة الشات. طب ممكن استوقف عند لغة الروشنة وناخد وصال من اسكندرية عشان بقالها كتير ما عايزة تخش معنا في الحوار. اهلا يا وصال، واهلا باهل اسكندرية. ازيك حبيبتي؟ اهلا وسهلا، حياتكم طيبين. وانتي طيبة حبيبتي بجد. استاذه منى بجد تحفه، العبايه عليك نفسها والله. ربنا يفاجئك وتشكرها حبيبتي. رمضان كريم عليكي وعلى اسرتك. اكرم عليكم كلكم، وانا مش هطول عليكم، بس بجد والله حكايه الشتيمه دي بجد كانت وحشه قوي قوي. يعني الولاد الصغيرين دلوقتي واحنا ماشيين في الشارع بيشتموا الفاظ بجد ما ينفعش انها تتقال خالص. طب لو انت شتمتي يا وصال تردي؟ يا وصال لو اتشتمتي تردي؟ وصال وصال كلمي الدكتور احمد بيسالك، بيقول لك لو انت اتشتمتي تردي؟ صوت بيقطع. حتى الولد الصغير دلوقتي بيقول الفاظ برضه ما ينفعش ان هي تتقال خالص والله. هي بتقول ان ده بيخدش حقيقها، فازاي هترد؟ عشان كده انا بقول يعني مش مستحمله. عشان كده انا بقول علموا اولادكم. بنشكرك يا وصال، شكرا. يعني علموا اولادكم الشتائم، انا بقول كده يعني. علموا اولادكم. علموا اولادكم ليه؟ لانه انت النهارده بيحصل نوع من الفصام بين ما يعرف وبين ما يتلقى في الشارع. لابد انه يكون عارف كويس جدا ايه هي الشتائم وايه انواعها، مش عشان يستخدمها، على الاقل عشان يتدارس ويشوف اللي ايه اللي وراها، والاب يقعد معاه يفهمه ده ايه. لانه ساعات كتير جدا الاسر بتفاجئ مفاجآت صارخة جدا قدام بنت جاية تسأل مامتها او باباها. يعني ايه كذا؟ يعني انا حصلت كده مرة. انا بنتي الصغيرة عملت معايا كده. أميرة بنتي جاية مرة، كانت في مدرسة مما يطلقون عليها مدرسة التربية الاسلامية. وجاية تقول لي يا بابا الابلة بتقول لزميلتها كذا. فهي دي شتيمة. يا حرام. كمان انا بقول يعني بقول لها ليه دي ردي كلمه عاديه؟ قالت لها لا، لان دي كانت ردت عليها، قالت لها انت قلت الادب. فقلت لها الابلوات بيقولوا كده؟ قالت لي رحت تاني يوم المدرسه طبعا، وجبت الابله وجبت الابله التانية. قالت لي فهي بتقول الابله بتقول لي ايه؟ ده احنا اصحاب عادي بنهزر مع بعض. النقطه اللي قالها عادي، اللي قالها استاذ شمال حقيقه، وحقيقه ارجو حطوا تحتيها 100 خط حضراتكم. ان تعرف خير من الا تعرف. المعرفه كنز. المعرفة حماية، المعرفة وقاية. طب يسألني سؤال، أعرف قلة الأدب؟ أعرفها. أعرف الشتايم؟ أعرفها. أعرف الخطأ؟ أعرفه. أعرفه لكي أتقيه، كي لا أقع فيه. أعرفه لكي أواجهه. إنما أن الإنسان يعيش طول عمره في برج معين محافظ على قيمه وأخلاقياته وسلوكه دون أن يعايش الناس معايشة إيجابية، أنا الحقيقة كده يوسف بالبله والسذاجة. بس أنا خايف من حاجة، هو الموضوع بس عندنا خايف من حاجة والله يا أستاذة مفيدة. وأرجوكم يا أخواننا حطوا فوكس عليها، أن تتحول الشتايم إلى شتايم ضد الوطن دي خطر. أن تتحول الشتايم شتايم سياسية ذات بعد غير أخلاقي دي خطر. أن تتحول الشتايم نوع من الانتقام من الدولة من المجتمع هنا الخطر. شتايم الفردية يمكن لها تبرير اجتماعي، لكن الشتايم الوطن، لما الشتايم الوطن انا اشتم وطن ده لا تقبل. ارجوكم حط احنا بوكس. احنا نقف عند حته مش نرجع لها مره تانية، بس بعد الفاصل اسمح لي نروح لفاصل ونرجع مره تانية وخطوره شتيمه الوطن. من هي ذات النطاقين؟ عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، أسماء بنت أبي بكر. اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297، اضغط حرف A ثم رقم الإجابة.
السلوكيات بتاعتنا بصراحة والشتايم بقت عاملة زيك ايه، كأنك بتقول كل يوم الصبح لحد صباح الخير، بدل ما تقوله صباح خير تقوم شتمه، الشتيمة بقت في بقنا عاملة زي كلمة صباح الخير مساء الخير ازاي حضرتك انت كويس، فبقيت بدل ما تقوله كده يقولك يا كذا يا ابني كذا ايه يا عم يا كذا. صح صح. دكتور كان بيتكلم عن شتيمة الوطن وقالت شتيمة الوطن يا دكتور مش وحضرتك استاذ اجتماع واستاذنا، دلالتها ايه؟ اللي بيشتموا دول بينتموا للوطن؟ دلالتها حاجتين، دلاله عدم انتماء ودلاله انتقام من الاوضاع السابقه اللي كان عايش فيها الانسان، ونوع من اسقاط الرفض المجتمعي لما كان يحدث للانسان اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا. لكن عندما تصدر هذه الشتيمه من رموز الوطن هنا تبقى اساءه حقيقيه. عندما يطلع حد يقول لك اللي مش عاجبه البلد دي سيبها، لا يعني طبعا يعني ايه سيبها؟ ده احنا قاعدين غصب عنه. ها لما يطلع واحد يقول لك طز في مصر ما غير مقبوله اطلاقا طبعا. مصر فوقيه وفوق ال هنشتمه هنشتمه. عايز اسال استاذ هنا هنا هي من المؤكد يا استاذه ان الوطن ده قيمه، وكلما علي قيمه الوطن كلما علت قيمه ابنائه بابناء احنا. دكتور الشباب بقوا بيتجرأوا على شتمة البلد وكأنه اختلاف سياسي، فسر لي وحضرتك قول لي رأيك ايه في الكلام ده. يعني لما يبقى شاب عنده 18 سنة ويجرؤ انه يشتم البلد، ها مش الرئيس ولا النظام ولا كذا، وكأنه بيعيش خريانة حر، الحرية السياسية دي مش حرية. طب ايه رأي حضرتك وايه رأي حضرتك؟ لا اقول لحضرتك حاجة، يعني هو ده نتيجة تعليم برضو سيء جدا، ونتيجة ان انت النهاردة نقلت له وجهات نظر سياسية مغرضة جدا برضو. هو احنا مش عايزين نحمل الطرف الاخر كل المشكلة بمزور. بمعنى انت النهاردة خليت الشارع اللي بيمشي فيه مش بتاعه، يعني هو مش حاسس ان بتاعه ده بتاع الحكومه والمؤسسه دي بتاعه الحكومه، وبالتالي هو ملوش فيها، فمن حقه انه يشتم. هو في اللحظه دي فصل نفسه عن المجتمع اللي عايش تماما، وبالتالي هو بيواجه ده شكل من اشكال الغضب، بيواجه شكل من اشكال الغضب طبعا كده؟ طبعا التمرد تماما على سلطه هي بتاعتنا ما تولع. طبعا هو بيتمرد كان دراستك كان في دراستك يعني بتشوف ان الام دايما الشتيمه بالام، ليه دايما الشتيمه بالام؟ اكيد في الدراسه دي في نسبه كبيره. هو على فكره عندنا في مصر بالام، لكن عند الدول العربيه بالاخت. وانا يعني كل بلد كذا يعني في مصر اكتر بالام. ليه؟ اولا الام بتتمتع بقداسه عاليه جدا من اول ايزيس صحيح حتحور وصولا الى كل الرموز الدينيه من سيدات ووليات وقديسات وقديسات تتكتب على الاثر، يعني كانت نوع من السخريه مش شتايم، يعني ما وصلتش للشتايم يعني. لا لا شتايم، في شتايم، هناك شتايم. قول لنا طلع لنا في شتايم كتير يعني. سؤال منى ما تطور لي، لماذا يتشاتم الناس بالنساء واوصاف النساء؟ ما انا بقول لك بالام والاخت وغيرها والاوصاف. لا ما انا هقول ليه بالام عندنا وليه بالاخت عندهم. يعني ليه بالام عندنا؟ لان هي هو انا بيطعن في فكره القداسه، فكره الام بوصفها المقدس التاب العظيم اللي ممكن يطعنه فانت تتهز جدا. ده بيشتمني مامي ده بيعتبروا اسم الام شتيمه. اسم الام لما رغم ان الام هنا متزوجه، يعني المفروض انها ام متزوجه فيعني شويه فكره العار لن تطالها. لا هناك في الشعوب القبليه شويه الاخت، لانه فكره العار هنا أخت. والقبليه هي اللي بتحتل مكانه اعلى. وعشان كده ما قارنتش بامريكا، يعني ما في امريكا بلغه الاف اللي بيقولوها الولاد على طول على يعني طول. امريكا والدول الاوروبيه معظمها البادي لانجوج اكتر، يعني لغه الجسد الانساني. لا ده حتى في اي حاجه في طبعا في شتايم ده بالاف وده مش عارف طبعا في شتايم، لكن اقصد اقول ان هم بيستخدموا يعني لغه الجسد الانساني اعلى. انا معانا الدكتور رشاد عبد اللطيف على التليفون، هو دكتور اجتماع برضه حب يعمل مداخله لينا. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا يا دكتور. اهلا اهلا بيكم، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم وانتم بصحه وسلام. على فكره انا دكتور علوم اجتماعيه، انا عارف اجمع ما بين الاجتماع والخدمه الاجتماعيه، يعني الناس حشريين في المجتمع ونعرف كل الاجزاء الخاصه بيه. اهلا وسهلا دكتور رشاد. حضرتك احنا بنتكلم على السلوكيات في مجتمعنا، ومن اهم الحاجات الملفتة للنظر في مجتمعنا كثرة الشتايم، بقت عاملة زي صباح الخير ومساء الخير على لساننا كلنا، العنف اللفظي كلنا عشان نبقى احنا صراحة مع بعض.
فحضرتك اكيد عندك تعليق تقدر تقوله لنا او عندك يعني تفسر لنا ايه اللي حصل للمصريين في هذا الشأن. هو يعني انا احنا دايما لما نيجي نتكلم على البيئه الاجتماعيه، كل ما البيئه الاجتماعيه تفسخت وبقت متدهوره وما بقاش فيه رقابه من الوالدين على الاولاد، كل ما بدات تظهر مصطلحات للتعامل ضد العادات وضد التقاليد وضد القيم الموجوده في داخل المجتمع. حتى نمط الاسلوب المستخدم سواء كان شتيمه بالام او بالاب او بالاخ او بالاخت او شتيمه عامه بتدي ايحاء غير جيد ومهل غير اخلاقي، كل ده نتيجه البيئه الاجتماعيه اللي بينشا فيها الانسان والتغير اللي بدا يظهر في البيئه الاجتماعيه. يعني ازاي نتغلب عليها يا فندم في كبسوله كده سريعه برضو؟ نعم، نتغلب على ده ازاي؟ نتغلب على ده نصيحه بان كل اب وكل ام يشوفوا اولادهم وهم بيتكلموا مع اصحابهم وهم بيخرجوا للجامعه طبعا وهم بيديروا حديث عام وما يتغاضوش عن اي حديث حتى لو كان سهل. يعني الواد لو كان بيكلم اخته او بيكلم في التليفون ويقول له اي لفظ حتى لو كان بسيط ما كانش في خدش لحياه حد من افراد اسرته، ولكن لفظ يتناسب مع العرف، لو كل واحد قال للتاني عيب انا متهيألي هتبقى كويس. صحيح. دكتور رشاد احنا بنشكر حضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. واسمح لي يا استاذ مسعود، حضرتك يا دكتور مسعود انت عملت عندنا كده معاني للشتايم نقدر نقولها المعاني، يعني انا وانا بقول مثلا طز في كلمه طز في قلت لي انت دي مش شتيمه، طز مش شتيمه ولا كوسه اللي احنا بنستخدمها ولا كل الكلام ده، اعاده استخدام للغه تغيير الدلالات. طز هو كان في زمان في عند الاتراك طز مفرده ملح بالتركيه، فكان دايما الحاجات اللي عايزين يهربوها وما ياخدوش عليها مكوس او ضرايب فالملح ما كانش بيتاخد عليه فيقول له ايه طز فبقى كل الحاجات العابره اللي هي انت مش عايز تقول لها لا او ما تنفعش او يعني مش عايزها فتبقى طز يعني. في كلمات كتيره جدا فقدت دلالتها المعجميه زي ابن الهرم يعني ابن الهرم مش شتيمه يعني ابن العجوز ده مش شتيمه في اللفظ في المعادي، لكن المصريين غيروا دلالات الالفاظ. طب خرنج مش كده؟ عندنا معانا تليفون على فكره، معانا ابراهيم. ابراهيم معانا على التليفون. ايوه ابراهيم ازيك؟ اهلا وسهلا. معلش احنا اسفين احنا قعدناك شويه كتير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اتفضل حضرتك. انا الحقيقه بحييكم وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. حضرتك ميرسي يا ابراهيم وانت طيب. انا بمناسبه الموضوع بتاعكم موضوع فعلا ممتاز وشيق، انا حزين شخصيا لانه بعد الثوره ونجاح الثورة نفاجأ ان مثلا واحد زي مأمور البحيرة حلول التحقيق مع ان اسمه ابو قمر حاجة ابو قمر وفي مش عارف مين كله بيشتم، النهاردة الشرطة العسكرية بتمسك الشباب تسحلهم وعلى طول يعني عفوا يا ابن المد انا مش فاهم ايه يعني امن مركزي شرطة عسكرية احنا كده ما عملناش ثورة، لما الشتايم جاية يعني عمل قمع من رموز المجتمع. ما احنا محتاجين فتره عشان نغير كل لا لا هو كلامه صح، لما تكون الرموز هي اللي تشتم. لا احنا خلينا صراحه مع بعض، احنا كل المجتمع عندنا ان كان رموز هو مواطن مصري، المواطن المصري بيشتم. استاذه احنا لازم نغير القدوه ده. من القدوه التي تستقي صح. منها سلوكك الرموز الكبيره طب الرموز الكبيره بتشتم يبقى صغير يعمل ايه؟ لازم يشتم وراه. طيب لا وبعدين يعني ما نقدرش نبعد العراق السياسي عن العراق الشتائمي. يعني طالما المجتمع بيموت حراك رهيب جدا من العراقات المختلفة لابد ان يصحبوا عراق شتائمي بالتاكيد يعني الاحتدام والتربص بس علينا ان احنا ندرس ده علينا ان احنا ندرس ان احنا ما يكونش الشتيمة يعقبها عنف يدوي ضرب على بس المصريين معروف عنهم كده شتيمه ما فيش ضرب لا ده هنا بس في القاهره ده هنا في القاهره اللي تحيل يعني انما في الصعيد لا اللي تحيل فعلا انزل لي طب لا اطلع لي انزل لي لا اطلع لي او هضربك محدش يضرب حد كده يعني اخشوا بفيا تنضربه عارفه حضرتك في الصعيد ولو ان دلوقتي الناس في الصعيد وانا بقول الكلام ده وانا مسؤول عنه ايوه لو تطول الشتيمه الإساءة ما أنا قلت في شتيمة اجتماعية أي مفهوم شتيمة اجتماعية مقبولة الشتيمة لو كانت إساءة بالأم
قد تروح فيها رقاب طبعا. اذا هنا بقى يتوقف على زي ما قال الاستاذ دكتور رشاد البيئه الاجتماعيه صحيح. التي تمارس فيها الشتيمه. الشتيمه تعبير عن عنف داخلي، اذا تضمن هذا العنف اساءه يتحول من إساءة لفظية لمصيبة إلى إساءة يدوية إلى عنف يدوي تترتب عليه مصايب كبيرة. أنت عارفين الخناقة اللي حصلت في المسكي؟ أنا لسه أقول ممكن من الصيادة وخلاء خلينا وحد شتيمة لحد فقال له شتيمة أمك وأبوك بتاع شتيمة. لا وامبارح خلي بالك خلي بالك يا أستاذ مفيدة أنا دور صعايدة. ايوه هي ثقافة الإهانة لو سمع شتيمة بأمه على طول فيها ضرب زي ما تفضل وقال أن النموذج القيمي في حياتنا كلنا. خلي بالكم يا أساتذة عشان برنامجكم ده المصريين كلهم أمية التربية. الأم هي القيمة، الأم هي المصدر، الأم هي الملجأ، الأم هي الحنان، الأم هي العطاء طبعا. فبالتالي أن تهين الرمز تهين القداسة تكسر التابو دي حاجة يعني لا يقبلها إنسان مهما كان فيها. طيب إذا هقول إحنا معانا سيد على التليفون. ألو يا سيد؟ في تليفون سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ سيد، حضرتك عندك مداخلة عايز تقولها لنا النهاردة. أيوه هو بخصوص الشتايم اللي انتشرت ديت. أيوه هي طبعا يعني ما قبل الثورة كانت دي تعتبر يعني من مخالفات النظام البائد السابق اللي خلانا نكره بعضينا. اللي من ظلمه خلى الشعب بيكره بعضيه، وخلى التعاملات كلها يعني مليئه بالتحفز، واللي عاوز اللي بيطول الثاني عاوز ياكله. طبعا دي نابعه من قله دين وقلة أخلاق. يعني مثلا أنا عشت في المملكة العربية السعودية عشان فيه إن شاء الله عدل، وعشان فيه الدين والتزام بالدين ولو بالظاهر يعني في الشارع، وإن الحاجات ديت يعني يا أستاذ سيد. هو الدكتور أحمد عايز يرد على حضرتك، هو معترض. معلش أنا آسف، هو يعني معترض على كلام حضرتك، فممكن يعني حضرتك تسمعه. وأعتقد إن فكرتك وصلت يا أستاذ سيد، نشكرك. يعني أنا بتفق معاك في فكرة ما قبل الثورة والحالة الفردية اللي اتبنت في الشخصية المصرية، فكل واحد قال حاجتين: أنا حر ويلا نفسي وأنا مالي وأعمل، وإن كان عاجبك. فأصبحت الفردية السلوكية يناسبها فردية لفظية، وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه بيقول اللي هو عايزه، وتجذرت الفردية في الحياة المصرية على حساب باقي القيم الأخرى، وده فعلا أحد أسباب النظام السابق. لكن يا أستاذ سيد، مصر قيميا أحسن. أنا مش عايز أعيب في أي دولة عربية، أنا مش عايز أعيب في أي دولة عربية. مصر بقيمها وقدرتها الثقافية أحسن من أي دولة عربية أخرى. ولو كنت عايز تعرف، إحنا عشنا في السعودية وشفنا وتكلمنا وسمعنا، لو تعرف ما يقال من تحت الستار، لو تعرف ما يحدث يعني من تحت كذا، أرجوكم أرجوكم. أنا بس أنا بس بعترض معليه. مصر دي عظيمة طبعا طبعا، محدش يجرح في مصر. طبعا. لا معلش يا فندم، عايز اقول لحضرتك حاجه. طبعا هو الدين مهم إلا جدا، الا محدش يجرح في مصر ابدا. انا لا اقبل طبعا تحت اي طبعا شكل من الاشكال، شكرا، تحت اي مستوى ان حد يسيء لمصر. طب يا دكتور بعد اذنك، انا عايز اسال استاذ مسعود، هل تراجع دور المراه في المجتمع هو السبب انها دايما الشتيمه للام او للمراه بشكل عام؟ لا اطلاقا. يعني المراه دورها تراجع ما يؤديش لشتائم، ممكن يؤدي الى اشياء اخرى، لكن الشتيمه زي ما بقول الشتيمه موجوده وتاريخيه. بلاش تراجعها. عدم احترام المجتمع لدور المراه يظهر في التشاتم باوصاف النساء. بالعكس انا حاسه ان العكس ده يعني تقديسها من كتر المراه من كتر تقديسها ان انت بتقتحمها. يعني اللي انا شايفاه يعني انا وجهه نظري ان من كتر ما المراه بقى ليها قيمه، وان هي هو عارف كويس قوي ان لما يشتم بمامته هو هيرد عليه تحولت الى تاب ومقدس، فانت شايفاها ازاي؟ اذا شايفاها كبضي جسم فقط، لا، هي انسانه لها كيان، لها مكانه، لها قدر، لها مقدار، لها وجود. لا تهين المرأة بأن تختزليها في إيه؟ في جسمها فقط. مش بتكلم على الأم بس. طيب سوري الأميرة، احنا معانا صفاء، يعني كانت نونا بتحاول تقول لنا معانا صفاء على التليفون. ازيك يا صفاء؟ احنا اسفين احنا متأخرين عليكي.
الو مساء الخير. اهلا وسهلا مساء النور دكتور احمد. انا بس محتاجه ان انا اسال حضرتك سؤال. فضل. هل حضرتك مش شايف ان احنا شويه مش على المراه فقط شويه بقينا تلفظ بالفاظ غريبه وعندنا اخلاقيات غريبه وازدادت حده التعامل واصبحنا مش طايقين بعض واصبح في حاجات غريبه جدا؟ شوفي يا صفاء شوفي يا صفاء اتفضل. اذا غاب العدل في المجتمع دخلت فيه كل الموبقات. العدل اساس الملك، واحنا كنا بنعيش مجتمع غير عادل حقيقه. ما كانش في عدل سياسي، ما كانش في عدل اقتصادي، ما كانش في عدل اجتماعي، ما كانش في عدل حتى في التربيه والتعليم. فهذه الحاله تخلق نوع من انواع الانفعالات الداخليه التي تعبر عنها بصفه الشتيمه. فدي حاله النهارده لما الاقي احد العناوين الرئيسيه في ميدان التحرير العداله الاجتماعيه، ده بيقول يا اخواننا عايزين نخرج من اطار الظلم المجتمعي الى اطار العدل المجتمعي. والعدل المجتمعي يخلق نوع من الاستقرار. انا لما اكون شبعان ما اشتمش، انا لما اكون شبعان ما اشتمش، أيوه. انا لما اكون في امان ما اشتمش، انا لما اكون واخد حقي ما اشتمش. امال يعني امتى بشتم؟ يعني دكتور احمد حضرتك تقول ان الشتيمه جايه او منبعها جاي من فقر جزء ما منها. او جزء, جزء من ان انا حاسه ان اللي قدامي احسن فقر. مني مش فقر غضب لانها غضب. لا لا مش فقر انا قهر. مش عايز اختزلها مش عايز اختزلها يا اخويا لا في الفقر ولا في الطبقه الاجتماعيه الدنيا. لا غضب وانا حاسه ان هو احسن مني. لا هو انا بعبر عن حاله شعور بالظلم. أيوة. شعور بعدم العدل. دي تلاقيها في الطبقات العليا في كل حته. كل حته. كل حته. انا انسان اعيش حاله من حاله الاحتكار النفسي للانسانيه. عارفه يا استاذه مفيده، عارفه يا استاذه، يقول لك احترمني انسانا احترمك مواطنا. مواطنا. احترم ادميتي اعطيك نفسي. يعني ايه ادافع الوطن بحياتي؟ لان هذا الوطن يعطيني فانا اعطيه حتى حياتي. لكن لما افقد هذه القيمه في وطني لا نشتم بقى. طب الثورة قامت وكل الناس عندهم طموحات كبيرة للثورة. هل بعد الثورة هنرجع الاحترام اللي كان موجود في الاربعينات؟ هو بس حد يقول الاول الثورة كانت عايزة ايه؟ حد يحدد لي ماذا تريد هذه الثورة؟ لا ده موضوع كبير بقى. ده موضوع كبير قوي. طيب. هل يبقى ما تقوليش الثورة لان القضية هل بعد الثورة ممكن يكون المجتمع المصري يختلف؟ هي كلمة هل واحدة. نحترم بعضنا اكثر؟ هي كلمة واحدة. اتفضل. حقق العدل لهذا المجتمع ثم انتظري منه اي سلوك ايجابي. ففقد هذا المجتمع الشعور بالعدل والعداله الاجتماعيه واحترام الانسان المصري واحترام ذاته واحترام حقوقه وواجباته. تاكدي. طب رد حضرتك للمسؤول. انا متصور انه مش الحكايه مش حكايه شتائم قبل الثوره او شتائم بعد الثوره. الشتائم ستظل موجوده وموجوده في الدول المتقدمه والدول المتخلفه. ليه التشاؤم ده؟ احنا عايزين نخرج من رمضان. لا يعني انا مش بتكلم من الشريره العلميه. انا بصف الحاله لكن ممكن تتغير طرائق واساليب الشتيمه بعد الثوره ومجالاتها. كويس. يعني عارف حضرتك في اليابان عملوا قانون لمنع الشتائم وكده. هل هذا منع الشتائم في اليابان؟ يا فندم ما عندنا في الهند. في الهند بيعملوا مهرجان للتنابز والشتائم على العكس تماما. هل هذا ازاد الشتائم؟ لا طبعا. فاقصد اقول ان الشتيمه ستظل رهينه بوجودنا في المجتمع الانساني طول ما في طبقات وطول ما في قهر وطول ما في عدم عداله واختلاف وطول ما في صراعات طول الوقت. ولازم هتبقى الشتيمه موجوده. وعلى فكره ليها تجليات عندنا قديمه جدا في الشعر. كل موضوع بنفتحه بيبقى محتاج مننا اكتر من حلقه طبعا. علشان نقدر ان احنا نعالجها. بس انا عايز اقول كلمه اخيره. اتفضل. اسمحي لي. طبعا. مره واحد في التاكسي بيسالني سؤال، يا دكتور احمد احنا وصلنا لكده ليه؟ سبب واحد، نحن لا نترحم بيننا. الاب مش بيرحم اولاده، الست مش بترحم جوزها، السواق مش بيرحم اللي راكب معاه، رئيس العمل مش بيرحم الموظف، الموظف مش بيرحم الدوله. احنا لو يعني احد المداخل اللي بيتكلم عنها استاذ شوان حقيقه مداخل التغيير للشتيمه، يبقى في حاله تراحم بيننا. حاله تراحم ما يبقاش انا. لا وتضافر يا دكتور وتضافر. ما يبقاش انا، يبقى نحن. اميره قالت كلمه حلوه قوي في اول حلقه بتاعتنا، قالت ان الفنانه ليلى علوي في لقائها مع لميس الحديدي امبارح قالت ان طول ما فيش رحمه في المجتمع مفيش دين. فانا اعتقد ان انا هقتبس من ليلى علوي نجمتنا جميله الحته دي ونقول رجاء خلي يبقى عندنا رحمه لان احنا بلد الدين.
مش بان احنا ما عندناش دين. دول مؤسسات حضرتك لازم تقوم بدور. من حضرتك من حضرتك برضه ليلى علوي حلوه برضه صحيح يعني احنا مش هنوصل ليلى علوي. لا لا ما تقصدش مننا يعني. لا حضرتك اول بس طبيعي طبعا يا استاذ نورتنا. نخرج من رمضان ان شاء الله ما عندناش عنف لفظي وراحه زي ما حضرتك نحلم بعالم جميل على بس لازم الثقافه وزاره الثقافه وزاره الاعلام وزاره التربيه هذا الثالوث يتضافر تضافرا كبيرا جدا لانه يقوم بدوره يلعب الدور المهم جدا لانها منظومه مكتمله دي حقيقة. لازم يلعب معلش يمكن وقتنا بيخلص لكن بنشكركم منورتونا ورمضان كريم وكان حوار رائع بنشكركم نروح لفاصل وبعد الفاصل طبعا المطبخ مع الشيف محمود والثلاث حاجات اللي موضبها لنا اللي هو موضبها المره دي نشوف مع بعض من هي ذات النطاقين؟ عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، أسماء بنت أبي بكر. اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297 اضغط حرف A ثم رقم الإجابة. يا مساء الخير فقرة المطبخ المطبخ المطبخي والاكل اكلي بس الشيف محمود هو اللي موجود معانا النهارده في 30 يوم عشان كل مشاهدينا وكل واحده فينا ما بتعرفش تطبخ زي حالاتي تتعلم تعمل ايه في رمضان بشكل منطقي كده وشكل رائع. طبعا معايا النهارده منى كانوا هما الاثنين منى واميره امبارح عندهم فطار فسابوني لوحدي فهم النهارده مقررين ان واحده فيهم تبقى موجوده معايا فانا بشكر منى على تطوعها النهارده ميرسي يا منى. رمضان كريم عليكم. اهلا وسهلا بيكم. شيف محمود هتعمل لنا ايه النهارده؟ ايه الفطار وايه السحور؟ خلينا الفطار انا عامل النهارده في كتف ضاني رست بالزيتون والقراصيا واحط معاه بطاطس هوريكم ده ازاي. الحاجات السحور تنفع فطار مخبوزات جبنه وزيتون ولحمه مفرومه. طيب عشان ما نتلخبطش تعالى نتكلم اول على الفطار. طب نشوف المقادير اول اكل. نقول مقادير اول اكل. المقادير بتاعت اول اكل انا شايفه ان الاول في كتف ضاني تمام بال مربوط. خليني اقول مقاديره. اوكي كتف ضاني بالزيتون والقراصيا. الكتف هيكون حوالي 2 كيلو مخلي مع كوبايه قراصيا وكوبايه زيتون اخضر وعصير ليمونتين ومعلقه صغيره نعناع مجفف كمان نص معلقه كمون مطحون وخمس فصوص ثوم وكوبايه شوربه او ميه ونص كيلو بطاطس وملح وفلفل وزيت زيتون معلقتين زيت زيتون. دي مقادير اول اكلات تيجي نبدا فيها. نبتدي نشتغل. يلا يلا الناس طالبين يا شيف محمود ان الاكلات تتبسط كمان شويه تبقى حاجات رخيصه وعلى قد الناس. بصي اقول لك على حاجه يعني امبارح احنا عملنا الفراخ متهيألي الموضوع بسيط. النهارده موضوع يعني برضو احنا بنبقى ثلاثه على راي مفيد احنا بنعمل نص كيلو فراخ. لا عايزين حاجات ان شاء الله نباتيه كمان ممكن نعمل كده بكره ان شاء الله. اعمل نعمل مره كشري مره مسقعه. احنا ابتدينا بكشري وكبده اسكندراني وحاجات بسيطه بس الناس عايزه ابسط كمان ان شاء الله. الصغيره هاتيها مش مشكله بس هاخد صغيره. الصغيره ايه فايدتها وانا بشرح هنا بنعمل بيها كده اوكي ونحط فص الثوم ده جوه كده زي الروست ما بنعمل الروست بالظبط كده في كل واحده بنحط ده. خلينا نفتحها كويس ماشي. بعدين انا كنت حاطط هنا وهنا اتنين قبل كده بنحط شويه ملح وفلفل خليني اجيبهم شويه ملح. احنا في رمضان معناش حد على التليفون شويه فلفل حد بيعمل. لا لسه لسه يعني لا شيف محمود هو اللي بيحضر الاكلات مش الجمهور. لا قصدك ان انا اللي بطبخ؟ لا انا النهارده موفره على الناس عشان الناس تعرف تفطر زي ما بقول ده بحب الناس تفطر. بصي احنا بنحط كويس لكن بعد رمضان مش على انك بتطبخ يعني شيف محمود يعني مش واخد الوصفه من حد مفيش حد. لا 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 هيبقى شيف محمود هو اللي بيحضر النوع نفسه.
احنا بنفكركم معانا مستنيين تليفوناتكم دلوقتي وايميلاتكم وارقام التليفونات 1414 اي اس ام اس 45 66. ده لو انتوا عايزين تشاركونا فقره المطبخ. وطبعا عايزه اقول لكم حاجه كمان، ان انتوا تقدروا تشوفوا البرنامج بتاعنا على سي بي بلس 2 سي بي سي بلس 2 برنامجنا بعد ما احنا بنطلع دلوقتي بساعتين تقدروا تشوفوا نفس البرنامج ده بنفس البرنامج لو فاتكوا الطبخه او لو محدش لحق الطبخه من اول. عايز اوريكم انا عملت ايه هنا. حطيت حوالي كوبايه زيتون اخضر بالبذر بتاعه وكوبايه من القراصي. ما يسكرش ده؟ احنا عايزينه يسكر. احنا عايزينه يسكر شويه، عايزينه يبقى طعمه سويت شويه. سويت الروستو يبقى معاه سويت. سويت شويه. ده بناخده من القراصي. اوكي. كويس. حطينا شويه نعناع مجفف، كمان حطينا شويه ملح وشويه فلفل. مهم ان احنا نحط عصير معلقتين ليمون كده مع شويه كمون خفاف قوي. في الوقت اللي احنا بنحط فيه الكمون ده مهم ان احنا يبقى عندنا حبات بطاطس بالقشر بتاعها، بس مهم ان هي تكون مغسوله كويس. طبعا يعني انت هسيب القشر فيها. بسيب القشر فيها، مهم ان هي تتقسم كده. طب هات انا اقسم. اوكي. يعني انت مديني حاجه. هجيب زيت زيتون. اتنينات؟ اتنينات ورصيهم بشكل حلو. نعم؟ ما تحطش ميه خالص؟ بحط المفروض ان في المقادير دي نص كوبايه شوربه. كوباية شوربة أو كوباية مية. أنا حابب أحط مية لأن كده كده الكتف الضاني ده بينشف. هينزل هينزل الخيارات اللي فيه. أوكي. طب ليه بتزود مية عشان البطاطس؟ أنا بزود مية عشان البطاطس وعلشان ما يتحرقش، مش أول ما يدخل الفرن على ما ينزل الخيارات اللي فيه. طب ما تيجي نحط البطاطس تحت الروستو. لا خليها كده عشان تنزل ميتها على البطاطس. لا 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 هي هتستوي، البطاطس هتستوي، بس خلينا نحط على كل حباية بطاطس شوية من الفلفل كده. عايز اقول لكم مرة تانية ان على سي بي سي بلس 2 تقدروا تشوفونا. اول ما هنخلص من هنا انقلوا على سي بي سي بلس 2 تقدروا تشوفونا من اول البرنامج. يعني تقدروا هنا وبعدنا سي بي سي بلس 2 الساعة 3. خلي ده هناك بقى جنبك كده. احنا خلصنا اول وجبة، خلصنا اول اكلة دي المفروض تدخل فرن، بتقعد حوالي طب ما تدخلها تتغطى. اللي انت عاملها داخله اصلا قبلها. بالظبط كده. محمود ما تتغطى. لا مهم ان هي تتغطى بسيلفر اول نص ساعه. يعني مهم ان احنا نغطي الكتف الضاني ده بورقه سيلفر وندخله فرن على الشبكه درجه حراره الفرن تكون 200. ومهم قوي ان نشيل السيلفر ده اخر ربع ساعه. محمود معلش احنا معانا تليفون. الو الو انجي. الو ايوه ازيك يا مفيدة؟ اهلا اهلا. ازيك يا انجي؟ معاكي انجي من القاهرة. اهلا وسهلا. اهلا. يعني مش عايزة اقول لك قد ايه البروجرام بتاعك رائع رائع يجنن. ومش عايزة اقول لك من اول حلقة كلنا بنتابعه. الله يخليكي. بتعرفي تطبخي يا انجي؟ بعرف اطبخ. طب عايزين بعد رمضان تقولي يعني اقول لك على وصفة بقى من وصفات من فضلك بعد رمضان تقولي لي وصفة وانا اعملها لك ان شاء الله ان شاء الله. انجي انت عندك كام سنه؟ الشيف محمود قوي. ميرسي. ازاي كل سنه وانت طيبه. وعايزه اقول لك حاجه كمان يا انجي، انت ممكن تجينا في الاستوديو وتعملي الطبخه بتاعتك معايا، ايه رايك؟ يا ريت. هحاول طبعا، لازم اجي لكم. عايزين نتعرف على انجي مفيد. عندك كام سنه؟ عندي 30. ما شاء الله. مين اللي علمك الطبيخ يا انجي؟ لا مامي اللي علمتوني. والله برافو عليك. ربنا يخليها لك. كل سنه وانتم طيبين انت ومامي. كل سنه وانتم طيبين. لا على وعد تيجي ان شاء الله تطبخي معانا هنا. لا ان شاء الله باذن الله باذن الله. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان انتم فكره البرنامج لطيفه جدا، هي فكره المطبخ بتاعت الناس ان هي الجمهور هو اللي بيقول الحاجه اللي بيعرف يعملها. دي فكره لطيفه جدا. بس انا امبارح كده كان في مذيع على فضائيه كده معروفه كان عايز يعمل نفس الفكره بتاعتكم يعني. فانا عايزاكم تسجلوا ان انتوا اول الناس اللي فكرتوا في الموضوع ده. طبعا ده جديد طبعا. احنا اول ناس سي بي سي في ستات ما عرفوش يكذبوا. احنا اول ناس قايلين فكره مهم النفس الجمهور. ايوه طبعا غير النفس لكن بقى. الجمهور هو اللي بيقول طبخته على الهواء، والجمهور هو اللي بيبقى موجود معانا ويطبخ معانا ان شاء الله. ايوه طبعا لازم تسجلوا الموضوع ده باسمكم. ان شاء الله. هو يعني انجي تعالي نبتديها بيكي، ايه رايك؟ تعالي نقول ان بما ان دي فكرتنا فتعالي انت اول واحده معانا في رمضان تعملي لنا طبخه، تيجي؟ خلاص موافقه. خلاص معانا مجموعه كتيره. ما
معانا مجموعه كتير جدا من الناس ده امنيه حياتهم ان هم كانوا يجوا ويبقوا موجودين معانا. فاوكي هنطلع نجوم بقى يا شيف محمود، يعني ما تزعلش مش انا بس لوحدي اللي هنفسك خالص. لا 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 بنشكرك يا انجي ميرسي. بصي طريقه الحاجه الثانيه، خلينا نقول المقادير. مقادير الحاجه الثانيه معانا اللي هي مخبوزات الزيتون. مخبوزات الزيتون المقادير بتاعتها كالاتي: كوباية دقيق، لكل كوباية دقيق معلقتين زيتون أخضر مفروم مع معلقتين جبنة بارميزان أو رومي مبشورين. يبقى كوباية دقيق مع معلقتين زيتون أخضر مفروم مع معلقتين جبنة بارميزان مبشور أو رومي. بنحتاج بضايا ده لدهان المخبوزات، كمان بنحتاج لحمة معصجة للحشو وجبنة قريش ونعناع للحشو برضو، وحبة البركة ده للتزيين. نبدأ بنحتاج كوباية الدقيق زي ما احنا شايفين هنا بالظبط كده، مع معلقتين زيتون اخضر يكون مفروم مع معلقتين جبنة بارميزان او رومي. دول بيتقلبوا كويس زي ما احنا شايفين كده، بنضيف عليهم معلقتين مية. مجرد ان احنا نضيف عليهم معلقتين مية، عشان وقتنا انا مجهزها، مجرد ان احنا نضيف عليهم معلقتين مية العجينة دي بتبقى كالاتي: بتبقى واخدة طعم الزيتون، واخدة طعم الجبنة البارميزان. حابين ان احنا نعملها من غير حشو، ممكن ندخلها الفرن على شكل كرات كده، وبندهنها ببيضاية تكون مضروبة ونرش عليها حبة البركة زي ما هوريكم. حابين ان احنا نحشيها، ممكن يكون عندنا لحمة معصجة، وممكن يكون عندنا جبنة قريش بالنعناع، او اي حد حابب اي حشو ممكن يحط. بالظبط بايدينا، ما بنحتاجش اللي هي الفرادة العجين ولا بنحتاج الحاجات دي، مجرد ان احنا بنعملها دايره كده وناخد شويه من اللحمه كده شبيه شويه بالسمبوسك. انا اوريكم واحده بس كده، وبعدين نحطها على الصينيه اللي هندخلها الفرن. لما نحطها على الصينيه اللي المفروض ندخلها الفرن، مهم ان الصينيه دي تكون من تحت مدهونه بفرشه زيت. ده مهم عشان الحبايه، كل حبايه من حبات المخبوزات دي ما تلزقش. كمان يكون عندنا بضايه مضروبه. للاسف مش هندوق النهارده يا مفيد خالص. ممكن ناخد معانا تيكاوي. مجرد ان احنا انا بوريكم حبايه واحده. مجرد ان احنا بندهنها كده بالبيض ونرش عليها حبه البركه. دي بتقعد في الفرن، فرن متوسط الحراره، يعني حوالي 160، بتقعد بالظبط من 8 دقائق ل 10 دقائق. مجرد ان هي تاخد اللون الذهبي. محضر جزر تحت، شفتي مش انا لوحدي. في جزر، جزر. خليني اوريكم ده، وخليني اوريكم كمان بصراحة. انا هاخد من الجزر ده مروحه. مش قلت لك في تيك اواي النهارده؟ النهارده في تيك اواي. خليني اوريكم كمان دي. لا سيبي سيبي بعد الفطار بقى بالظبط. بما ان احنا في رمضان هنعمل وجبه للمواطنين، الاكل ده هنعمله وجبات. بصي واو، انا عايز اوريكم شكلها قبل وشكلها بعد، وتتخيلوا الموضوع. حبات فصوص الثوم ابتدت تطلع. طب شيف محمود، ممكن تحط لنا كمان المخبوسه دي اللي لسه ما استوتش جنب المستوى؟ ما بتسيبيش حاجه ابدا يا مفيد. كده جنب حاجه. ناخد دي وناخد دي كمان، وعايز اوريكم العصير. لا انا قعدت امبارح مفيده طلبت مني ان انا اعمل لها عصير، بس انا حبيت ان انا اعمل العصير ده زي ما هحط فيه فاكهه وزي ما هحط فيه زبادي، احط فيه نسبه قهوه سريعه الذوبان. ايوه احنا طلبت منك امبارح ان احنا نعمل عصير. يلا 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 نعمل ده مع بعض. انت اخترت عايز تعليه إيه؟ بيقول لك يلا يا مفيد. خليني اقول مقاديره الاول. مقادير العصير اللي هو بالزبادي والقهوه كالاتي. طب ليه قهوه يعني؟ جديد قوي. انا حابب طعم القهوه في العصير. في ناس متعوده تشرب قهوه وشاي قبل الفطار، ففي الوقت ده بالذات بيحتاجوا نسبة، بيحتاجوا الطعم. انا واحد من الناس بحب ده، اللي حابب يعمل ده يعمل. اكيد ناس كتير قاعدين ده مستنيين الكوفي بقى طول النهار وحاسين. انا مش هبدأ، مش هدوق عشان هدوق لك حلو ولا وحش. اصل انا مش هبدأ بفنجان قهوة سخن على الفطار. فمنه عصير حلو منه نقدر نستفيد بيه. اوكي خلينا نقول مقاديره. بنحتاج كوباية زبادي وكوباية عصير اناناس، من كوباية عصير أناناس واثنين من شرائح الأناناس الكمبوت، مع 4 معالي سكر وربع معلقة قهوة سريعة الذوبان ونص كوباية لبن. إيه رأيك نبدأ؟ يلا يلا. بس أنت وحيد بتعرف تتعامل مع الخلاط، أنا لسه تجربتي بالخلاط ضعيفة. هو لا الخلاط سهل قوي. أوعدك إن أنا إن شاء الله بعد رمضان لازم أعمل وجبة فيها خلاط علشان الخوف من الخلاط يطلع في وشي مشكل.
فلازم اقضي على هذا النوع من الخوف. بتمسك الخلاط وبتعمل حاجه، انا بتعمل كل حاجه. فرافيرو عارفه فرافيرو؟ انا جاي على فرافيرو. انا جاي ده الاناناس والزبادي. اوكي اوكي، خلي دول هنا، شيل زيت الزيتون. كمان بنحط عصير الاناناس. الاناناس تمام. كوبايه كوبايه. كمان بنحط من نص كوبايه لكوبايه لبن. اوكي، القهوه. طيب. شويه القهوه. عقبال بقى ما انت تضربهم في الخلاط كده مع بعض، هنروح احنا دلوقتي نشوف السؤال بتاع الجائزه والفائز ان شاء الله، ونرجع لكم يكون الشيف محمود ضرب العصير والخليط كله. مش هنصبه غير لما ترجعوا لنا. يلا. من هي ذات النطاقين؟ عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، أسماء بنت أبي بكر. اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297. اضغط حرف A ثم رقم الإجابة. بنرجع لكم مرة تانية. لسه شايف محمود اضربه ضربة كمان. صبوا بقى. انا كنت بسال شيف محمود هي ايه، هي مش قهوه، انا كنت فاهم انها قهوه. هي نسكافيه. نسكافيه وممكن قهوه عاديه. ممكن، انا فهمت كده في الاول انها البن العادي المحول. البن العادي لا، مش هيبقى طعمه حلو خالص. نسكافيه. ها يبقى نسكافيه بلاش بن. طب انا عقبال ما انت تصب العصير لبعض الفطار ان شاء الله، بفكر حضراتكم ان احنا عندنا طبعا الجوائز بتاعتنا بتاعت المسابقه، هي 30 15 حج 15 عمره ان شاء الله. النهارده كسب معانا المتسابق للحج، بكره مين يا ترى؟ هو ده اللي احنا هنعرفه اول ما نيجي بكره في الستات ما يعرفوش يكذبوا ان شاء الله. بالتوفيق لكل مشاهدينا، واعتقد ان السؤال سهل والاجابه سهله. ها بتعمل ايه؟ حط شويه شويه. طب ومين هيشرب ده بقى ان شاء الله؟ انا هيتحط في الثلاجه. ولا واحد في المصورين. انا رايي نيجي على السحور برده. طب انا شايفه خليه لنا في الثلاجه، هنيجي على السحور نعمل ايه؟ طب نيجي ناكل الشوربه بتاع الصبح. لما بيرجع طب احنا انا عايز ادخل دي الفرن. لا طبعا عشان تلحق. عايز ادخل دي الفرن عشان الناس تفطر. حرام حرام اكل برضه على اساس ان احنا هناخد الثانيه. طب انا عايز اتعلم حاجه بقى يا شيف محمود، معلش ممكن اجي جنبك تعلمني؟ تعالي. انا عايز اتعلم اقطع ازاي الروستو ده، يعني انا وانا بقدمه اقطعه ازاي. طب يلا نعمل. ماشي. سكينه مخصوص. معلش عشان خاطري انا عمري ما بعرف اقطع البتاع دي. امسكي ده، لازم تستعملي ده. طيب انت هتقطع الشيوط الاول؟ يعني علمني واجيب طبق. ثانيه. طيب. واحده استني، خلي دول هنا اهو عشان بس ما ناخدش بتاع. اوكي قولي بقى. بصي دلوقتي انا كده، انا كان انا اللي طبخت الطبخه دي. اوكي هجيب لك طبق لل انا جبته اهو. طيب لا بس انت حافظه مبدئيا. قلت حد مطبخ. انت حافظه؟ لا لا حافظه مبدئيا. لا انا حافظه. شيلي كده اول اول شويه. ماشي بشيل الخيط اللي انا ربطته بالظبط كده اللي هو بيجي مربوط. اللي هو بتيجي من عند الراجل. يلا ابداي شيلي. انا اشيل من عند من بس عندك. خليني اديني دي، خليها لي هنا. انا هشيل من عندك انت كده صح؟ انا ماشيه كده صح. بس ما تشيل يعني، هي طرف واحد عشان ما يتحولش. انت بتعمل يا عرض يا طول يا شيف محمود، بتقص واحد فيهم؟ هي بتقص واحد بس وبعدين بنشيل ده. يلا ابداي شيلي دول. حاضر. اوكي هنقدم طبق مع بعض. لا انا عايزه اتعلم اقطعها ازاي. اوكي انا هعلمك. يعني بقطع حته صغيره واقطع وهي مربوطه يا شيف محمود. ممكن اشيل التوميه دي؟ تشيليها بس خليها جوه في جنب البطاطس. حاضر. طيب التوم وفوائده مفيده كنا بنقول ايه؟ من عارفه بس انا بس عشان انا عايزه اتعلم اقطع الحاجات دي. خليكي كده. ماشي لحظه اجيب سكينه بس بتاعتي. بنشيل دي كده كلها مفيده. ماشي بصي اشيلها كلها. بنشيل ده. ها خيط كده تمام. ونحطها على الخشبه بتاعت التقطيع. اوكي وكده ما زلنا واحنا معاكم. انا لازم اجيب ان شاء الله يا جماعه التليفونات اللي عايز يطبخ طبخه حلوه، راجل او ست او من الاولاد. أيوة. صغيرين بنات واولاد
ايه؟ لا معاكي انا معاكي عشان لا سمعنا. لا معاكي بسمعك. يتصلوا بينا عشان زي ما قالت مفيده ممكن تيجوا تطبخوا معانا هنا في رمضان ان شاء الله تشرفونا. انا عايز اسال سؤال، انا دلوقتي بحدد النسبه، الحته اللي هتتقطع دي الاولانيه دي على اساس ان في حد هياكلها؟ على اساس ان حد هياكلها، امال ايه؟ يعني مش فاهم يعني ايه على اساس ان حد هياكلها؟ يعني انا بفتكر زي مثلا هنقطعها ليه؟ عشان مثلا اركنها مثلا. بصي استني بقى استني، انا مش عايزك تقطعي خيط كتير، عايزك ترجعيه بايدك كده بالراحه. طيب كده كل عند كل سلايس بتيجي تقطعيه ترجعي واحد كده. ماشي. وعايزك اقول لك على حاجه، هاتي الطبق ده. هي القطعه دي من اللحمه يا شيف محمود غير الروستو اللي احنا بنعمله، انا شايفه ان فيها دسم شويه. هي فيها دسم شويه لان هي ده ضاني. انا بقى اختار ايه؟ عشان ضاني ده كتف ضاني صح كده؟ ايوه بالظبط كده. انت عارفه مفيده ان الرسول عليه السلام كان بيحب الكتف جدا. اكتر حته كان بيحبها الكتف والله، والحاجات اللي قريبه من العظم والله. يلا تمام. الناس بترجع الخيط، ارجع الخيط تاني. ها بالظبط كده، واشيل دي احطه كده. ايوه صح كده. صح. طيب من تحت كمان. انا بس هقطع كمان حته عشان ما ابوظهاش. استني استني لحظه. اهو ماشي. يلا اشد ايدي بس، هي محتاجه شويه قوه. الله. صح كده. صح كده. بصي لونها عامل ازاي. الله ينور يا بجد. هاتي بقى معلقه كبيره، ناخد شويه من دول نحطهم هنا. طبعا احنا انا بس بعمل بعمل لك البتاع بايدي اهو. ماشي مفيش مشكله، بس عشان ناخد شويه من الصوص حلو كده، وناخد شويه من الزيتون اللي استوى مع. طب انا عايزه افكر كل مشاهدينا اللي عايز يشترك معانا في التليفونات من خلال فقره المطبخ 1414 او الاس ام اسز 4566. عندنا حلقه مميزه جدا بكره، استنونا. المواضيع فيها مهمة جدا، وطبعا بتمنى التوفيق لكل أصدقائنا اللي بيبعتونا عشان خاطر المسابقة، إن شاء الله يخشوا ياخدوا حج أو عمرة. بالتوفيق ليكم، وأشوفكم بكرة أنا ومنى وأميرة. منى كل سنة وانتم طيبين وإفطارا شهيا، نسيبكم على خير ونلقاكم بكرة على خير إن شاء الله. والستات معرفوش يكدبوا.